السفير الأمريكي الكبير جون بولتون جن، يعني قبل فترة كان عم يقولوا للإسرائيليين عجلوا لحقوا حالكم ضربوا مفاعل أبو شهر قبل ما يصير عندهم الإيرانيين نووي بداخله وقطبان نووية، أو إذا ما عملتوها رح يفوت الأوان. بنقول له للأستاذ بولتون إنه يبدو الأوان فات، أول شيء صارت القطبان النووية موجودة هناك، وبعتقد صار من المستحيل ضرب هذا المفاعل. اولا المفاعل مجهز بطريقه يعني اخذ بالاعتبار اللي صار بتشيرنوبيل بالسابق، فمشان هيك مدرع، وبالتالي اذا بدك تضربي له المفاعل بدك تستخدمي طاقه عظيمه يعني متفجرات كثير كبيره، يعني ممكن يكون اسلحه نوويه او ما شابه حتى تدمري. وبما انه هذا المفاعل بيبتعد عن منطقه الخليج مش اكثر من 250 كيلومتر، فبالتالي بتصير كل منطقة الخليج وكل هذه المنطقة الحيوية اللي بتنقل منها النفط معرضة للخطر. إذا احتمال ضرب هذا المفاعل مستحيل، واللي بيخليها أكثر مستحيلة هي إنه الروس دخلوا على الخط، فبالتالي أنت هون مش عم تضربي إيران، أنت عم تضربي روسيا رسميا، فبالتالي هل يستطيع أحد أن يشن حرب هيك بكل بساطة على روسيا؟ مش مهم. المهم أكثر من هيك إنه حتما المفاعل النووي لغايات عسكرية موجودة في أماكن مكان آخر. الكل بيعرفوا إنه بوشهر مراقبة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعرف كل شيء في بقلبها، بتشوف بتفحص بتشيل الأختام وبترجع بتاخد النفايات. فإذا كان بدها تصير رح تصير، يفترض تصير في مكان تاني، لكن على ما أظن أنه المسألة أكبر من هي بتدير. ما كانت إيران تحصل على هذا الامتياز وعلى هذا النصر الكبير لو لم يكن هناك صفقة. أنا بعتقد أنه الخطر اللي كان عم ينحكى فيه بحرب ضد إيران انتهى وزاد، صرنا فينا نحكي بشي تاني، صرنا فينا نحكي بمفاوضات، وفينا نحكي كمان محتمل عن صفقة كبيرة بالمنطقة. مقابل أن تتراجع إيران جزئيا عن تخصيب الأورانيوم، بتاخد الطاقة السلمية النووية وبنفس الوقت بتاخد أدوار إقليمية كبرى. أما الثمن اللي بدهم يدفعوه الآخرين أو بدهم يتلقوه الآخرين مقابل ذلك، علينا أن ننتظر ونشوف. غريب ومن المفارقة أنه النهار نفسه اللي أعلن فيه عن بدء تشغيل بوشهر وأعلن فيه عن بدء المفاوضات بفلسطين، هل أنه إرضاء للعرب اللي خسروا رح يخسروا بالعراق، او انه صار في حد جار نووي جديد بياخذوا هديه بالمقابل دوله فلسطينيه؟ هذا السؤال بضمه برسم اسرائيل وبرسم مسيو بولتون اذا قادر يضغط على اسرائيل حتى تقدم شيء للفلسطينيين وتتغير هذه